درجات نسينا الخسة والوحشية بتاعتهم، نسينا أولادنا وأطفالنا وأهالينا اللي راحوا ولسه بيروحوا في غزة وفلسطين، نسينا الأطفال اللي ماتوا قدام عينينا في بحر البقر. بالسهولة دي بتضحك مع ده وتهزر مع ده، إيه ده؟ ده أنت شيخ حرف تلقى بيه براكل. جمال بيه، ساعات الظروف تخلي الواحد يعمل حاجات مش عايزها. أنا كان ممكن أقعد في البيت قافل عليا بابي، لا أكلم حد ولا أسلم على حد، وأقعد جوا أربع حيطان. إنما صدقني، لما تعرف عدوك أحسن ما تقعد تكلم نفسك، وده اللي هما بيعملوه واللي أنا بعمله. شايف البنت اللي قاعدة على راس الترابيزة دي هناك؟ دي هاني ألدن، يهودية من أصل سويسري، بتدرس في الجامعة العبرية. دي بتترجم أعمال طه حسين والعقاد وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ ويوسف إدريس. الناس دول طول عمرهم بيحاولوا يعرفوا إحنا بنفكر إزاي، وإحنا طول عمرنا ما حاولنا نعرف هما بيفكروا إزاي. حتى دي كمان تعرفها يا نجيب؟ إيه؟ أنت ناوي تنزل الانتخابات هنا ولا حاجة؟